السلام عليكم حبيبتي في الله، خياتي بناتي، ان شاء الله تكونوا بخير وفي عافية. كما العادة اليوم جبت لكم حلوة بعجينة، يعني جبت 3 انواع بعجينة واحدة، وقادرين ديروا اكثر من 3 انواع. يلا كما راكم تشوفوا فيها، من بعد نقول لكم وشنو هما. يلا نجوزوا المقادير. هنا يحتاجيت بواطة تاع مارغرين تاع 500 غرام، زبدة نباتية 500 غرام، وعندي 4 حبيبات بيض. خديت 3 صفار ووحدة كاملة، 3 صفار ووحدة كاملة، وعندي كاس زوج كيسان تاع سكر غلاس، زوج كيسان تاع سكر غلاس. هكذا 500 غرام مارغرين غامولي كما كنت تشوفوا فيها هكذاك بحرارة الغرفة. قلنا زوج كيسان تاع سكر غلاس، وعندنا 3 صفار بيض زائد حبة كاملة، عندنا كيس ونص تاع مايزينا. هكذا نسبق لكم الامور واش عليه جوست باش ما ننساش. عندنا كيس ونص تاع مايزينا، بيان سور لافاني، مغرفة صغيرة معمرة تاع لافاني، قرصة تاع الملح نسيتها، من بعد حنديرها. ملي كان قلت لكم 3 صفار بلس حبيبة بيض، نخلطو كلش. شتو كيش خدمت هذاك المارغرين مع السكر، شتو كيش ولات عندي مزيج كريمي. نزيد ندخل مليح هذاك البيض، هاي ليك البانسي دو سال نسيتو من قبل باش نقولكم عليه. وهنايا عندي كيما قلت لكم كاس ونص تاع مايزينا. نقول لكم هاد العجينة هايلة كيما درتوها تجيكم. ومن بعد شوفوا انايا خالفت برك في الادواق، خرجت منها 3 انواع رايحين تشوفوا فيما بعد، والله غير جاو هايلين. كل نوع جا شغل عجينة تاعو وحدها. هكذا انا نحب نسلك ليكي بحالي تبعني. هنا نبدا نزيد في الفارينة والباكي تاع الخميره. ها وليك درت باكي كومبلي تاع الخميره، ونبدا نعجن فيها، بلوتو نبدا نلم فيها. وشنو هنايا رايحه نخليها هكذاك طريه، شوفوا نقسمها من بعد نكمل. ها وليك راح نقسمها على تلت اجزاء، 3 عجينات، ومن بعد كل وحده ندير لها النكهه ديالها. ها وليك نبدا في هاديه، حنديرها فو مشوك بالكاوكاو. هاوليك درت لها زوج مغارف كبار تاع كاوكاو، تقدروا تروحوا حتى 3. من بعد هذا واش درت لها، هذه من بعد نطمها بالفارينه هكذا، ومن بعد نكمل الفارينه حتى تنطم عندي، نتحصل على عجينه نقدر نفاصونيها، نقدر نشكلها كيما نحب. هاي ليك العجينه الاولى، انا حضرت العجينات وبعدك بديت نفاصوني. وشنو لازم يتغطاو باش ما يضربهمش الريح ويبسو مع السخانه هذه اللي رانا فيها. هاولي دوك نروحوا للكميه الثانيه. الكميه الثانيه درتها في المول السيليكون، حبيت نديرها على شكل عجينه النمر. هنا درت لها فيرميسال شوكولا فيرميسال، وزدت لها شويه باتارون تاع المكسرات. يعني هاد الباتارون فيها مزيج تاع ادواق، فيها مزيج تاع الجوز الكراميل والبندق والله اعلم. وهنا وبعدك هذا مكان، ونبدا نكمل تاني توجور بالفارينه. وشنو هاد لاباط هادي، باسكو حنديرها في السيليكون، نخليها شويه طريه هكذا، نخليها طريه. شوف الطريه خاطر حنديرها في السيليكون، وكما تعرفوا السيليكون يبس العجين، دونك هذيك خليتها شويه طريه، طريه بارابور لهاد العجينتين اللي حنديرهم. وهنايا بيان سور هذا حنديرو بوسوليت مسو، راني درت له عصير ومبشور حبه قارص، عصير ومبشور حبه قارص هكذا.
المبشور درت قيس حبه ونص. دوك هنا نبدا دائما نلم بالفرينه حتى نتحصل على عجينه نقدر نشكلها ثاني كيما نحب. هنايا عفوا كنت زدت قيس راس تاع المغرفه تاع لاغوم باتاغوم تاع القارص، باتاغوم تاع القارص حبيت ندير بزاف باش ما نتحصلش على اللون الاصفر باش ما تلونليش العجينه ديالي. هاي ليك شوفوا كيفاش راهي. انا سبقت فهاديك تاع الكاوكاو على بالكم باسكو الاولانيه تبدا ديجا تشرب تيبس. نوريك وجدت لي كيسات الكاوكاو. هنا ان بلون دوف كان عندي خبطته شويه. هاوليك انا درت على شكل كويرات ودرت شكل اصابع تاني، نجوزهم في البي في البلون دوف ومن بعدك نجوزهم في الكاوكاو، من بعد نحطهم في لي كيسات. الحين يطيبوا في لي كيسات تاعهم باسكو من بعد كي يطيبوا كي نخرجهم من الفوق رايحه نعسلهم بمغرفه تاع العسل. كل حبه ندير لها قسم غرفه تاع عسل، غرفه تاع ماكله بيان سور عسل. هكذا في وقفه تحصلت على 3 زونه كيما يقولوا هاد العجينه 3 زونه. وهنا هاوليك بعد ما كملت الكميه يعني خرجت لي ما شاء الله ها ديكوريتها بالحب الملوك كونفي سيريس كونفي ليك. تصبيعه درت لهم في الطرف والاخرين درت لهم في الوسط. هنا بعد ما كملت هذيك درتها طيب ونجوزوا لها ديال قلتكم عجينه النمر. علاش؟ باسكو في هذيك لا فيرميسال. هاوليك انا درت نوعين، درت قلوبه. وشنو ننصحكم ما تعمروهمش بزاف هكذا باش ما يخرج لكمش ما يتقببوا لكمش هكذا. شفتوا العجينه كيفاش راهي طريه، اي باينه كيفاش هي تمشي وحدها، راهي طريه بالبزاف ما هيش تلصق مي راهي طريه. جاوني يعني هنايا جاوني غير ربع حبيبات برك ولا هادو معايا جاوني ربع حبيبات هادو اللي مدورين هكذا سيرسو والباقي قلوبه. هادي والله اعلم خرجت لي 15 حبه والاخرين خرجوا لي 20 حبه. وحتى حتى ومن بعد حتى هادي عفوا بوسوله تمسو خرج لي 20 حبه. يعني قلت لكم فريمون خرجت لي كونتيتي الله يبارك. يعني بعجينه وحده درت ثلاث انواع وقسمه تعمر. يعني هاوليك هنا بعد ما حربشته قطعت مقرطات نسقمهم بيان سور ونحطهم في السنيوه يطيبوا. ما كان له بابيي كويسون هنايا باسكو فيهم كفايه تاع ليدام دونك ما تخافوش يلصقوا لكم. هاوليك شكلتهم كامل من بعد حطيتهم في السنيوه ستفتهم وستحطيت مام هذوك تاع بابيي سيليكون ودخلتهم يطيبوا هما ثاني. هاوليك هادو غير خرجتهم برك اني سقيتهم قلت لكم بمغرفه تاع العسل. انا درت عسل المرجان نحب لو كو ديالو فانيش الوقت باش نطيب دونك كانت عندي هذيك يعني درتها. هاوليك شوفوا كيفاش تتشرب ما بدا ماها سخونه تتشربها. عسلتهم كامل لازم كامل يتعسلوا هما سخونين وحطيتهم بجاه يشربوا. طابو هذوك بسولة تمسو استغفر الله رحت وجدت هذيك الشربات اللي نشمخها فيها ومن بعدك باش ندير لها سكر كلاص. انا كنت درت قيس نص كاس تاع اتاي باسكو ما عنديش كميه كبيره ولا كاس تاع اتاي نقولوا تاع مزهر. درت لهم غرفه صغيره تاع فارينه وزوج مغارف صغار تاع سكر كلاص خلطتهم بيان. ومن بعد هاوليك وجدت بابي ابسوربون حطيته قدامي راني هادوك ندخلهم في هذاك المزهر من بعد نحطهم يتشربوا شويه ينقص منهم هذاك ليكسي تاع الماء تاع السائل هذا ومن بعدك ندخلهم في سكر كلاص. هاوليك ما تشمخهمش كامل على خاطر انا كنت نشمخ بالزوج باسكو درت
دبسي صغير دونك كنت داير غير بشويه. كون كانت عندي كميه كبيره يعني كنت ناخذ نخدم في ليت ساع هاوليك. بعد ما بيان سور انا كنت كي سكرتهم كامل درت لهم من الفوق بالصفايه هكذاك باش يبان الشكل تاعهم شباب. من بعد راح نشوفهم في كي نكملوا. بس حنا كي نكونوا مسكروا نحو هذاك الزياده اللي يكون فيه هكذاك باش ما يجوش يكهموا. هو يعني التسكر الاول دائما شغل لهم بعدك لازم نديروا له بالصفايه خاطر يتبلل هذاك السكر كي يتبلل يبان فيه شغل يبان بلي اوميد. دونك كي نديروا له هكذاك بالسكر عفوا بالصفايه رايحين نغطوا هذوك العيوب تاعو. من بعد راح نشوفوها وليك ها كي نوجدهم كامل من بعد ندير لهم. انا جست باش نوري لكم على بالي هذوما ومن بعد انا غطيتهم غطيتهم مليح هاوليك. في النهايه شوفوا كيفاش تحصلنا على الحلويات هذوك اللي قلت لكم القلوبه هاوليك مع الاول درت له سوبودغيتهم سوبودغيت لهم سكر غلاس من بعد مرتهم بنوتيلا وشبعتهم بالعقاقش هذوما تاع الشوكولا هاوليك. شوفوا خياتي سهله مهله ما تعجزوش. لا عجزت يلا في عجينه دير عجينه تاع توازونا دير ثلث انواع تاع الحلوه وثلث بثلث ادواق هكذا يتبدل كل نوع تبدل الذوق ديالو. يلا خياتي ان شاء الله تجربوهم سهلت لكم لو ماكسيموم. انا تاني نحب حاجه هكذا تاع تاع فيت في ما نحبش حاجه اللي نشد تشد لي اليد هكذا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوناش من خالص الدعاء تاعكم ربي يشفي ان شاء الله جميع المرضى واللي ماتوا ربي ان شاء الله نحتسبهم عند الله من الشهداء. نكثروا الاستغفار بيان سور كي العاده والصلاه والسلام على رسول الله خاصه في هذه العشر الاواخر عفوا العشر الاوائل تاع ذي الحجه. ربي ان شاء الله يتقبل منا الصيام والقيام ويتقبل منا كل اعمال الصالحات. يلا خياتي نخليكم في امان الله وحفظه. اللي اشتركت ندعاها تشارك الفيديو هذا واللي مازال ما اشتركتش ماذا بيا لو كان تشترك يعني شرف ليا. ادعوها للاشتراك بيان سور ما تنساوش تفعلوا الجرس حتى يلحقكم كل جديد. في امان الله السلام عليكم.